بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات. وها نحن نلتقي في هذا اليوم على مائدة السيرة النبوية المباركة العطرة التي هي شرف لكل من ارتبط بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خيرة خلق الله تبارك وتعالى، وقد شرف الله عز وجل كل من ارتبط برسوله صلى الله عليه وسلم بنصرة أو تعريف أو تأييد، وقبل ذلك باتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء به وتقديم الصورة الصحيحة لرسالته عليه الصلاة والسلام. لكن الشرف كلما عظم فإن المسؤولية تعظم وتكبر على صاحبه كما تعرفون، فإن الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فكلما زادت المنزلة والمكانة زادت المسؤولية على صاحب المنزلة والمكانة. ونحن قوم شرفنا الله ورفعنا الله يوم أن جعلنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا فإن المسؤولية علينا أكبر، فيجب علينا أن نحرص على تتبع سنته وتلمس آثارها. وإخوانكم في المركز العالمي للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته يجوبون أنحاء العالم لتقديم دورات تأهيلية في وسائل التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ضمن مشروع من مشاريع هذا المركز تحت اسم سفراء التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذا المشروع يستهدف تأهيل 500 معرف سنويا بالرسول صلى الله عليه وسلم من المواطنين المسلمين في الغرب وفي العالم، وذلك من خلال ورش عمل نوعية وليس من خلال محاضرات إلقائية. بيد أننا اليوم ولظروف الزمان والمكان نحاول أن نقدم شيئا مما يدور في هذه الدورات في هذا الوقت وبعد صلاة العشاء إن شاء الله مع زميلي فضيلة الدكتور أحمد بن سيف الدين مستشار المركز للعلاقات الخارجية، وسوف يقدم بعد صلاة العشاء إن شاء الله القسم الثاني من هذا اللقاء ومن هذه الدورة تحت عنوان وسائل التعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أما هذا القسم الذي بين أيدينا فهو كما تلاحظون على الشاشة يتناول المنهج النبوي في التربية. وسؤال مشروع في مثل هذه الحال أن يتساءل كل أحد: لماذا نتحدث عن التربية أساسا ونحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى؟ فأقول أولا: التربية مسؤولية كبرى أناطها الله بكل واحد منا. ألم يقل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ إذن الله سبحانه وتعالى أناط بنا المسؤولية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فنحن مسؤولون عن أنفسنا، عن أبنائنا، عن أزواجنا، عن طلابنا، عن طالباتنا في تربيتهم وإعدادهم. ثم إن الإسلام كله تربية، وأقول من أوله إلى آخره، منذ أن تقول لا إله إلا الله وحتى تختتم حياتك على لا إله إلا الله. الإسلام في تعاليمه بلا استثناء تربية، لأن معنى التربية يدور حول تعاهد الشيء بالعناية والرعاية والقيام عليه بما يصلحه. والإسلام جاء لكي يحقق هذه الغاية، لكي يعبد الناس ربهم تبارك وتعالى على بصيرة، ويستخلفوا في الأرض ويسعدوا في الدارين. ثم إن التربية حين تكون صالحة، وهذه هي النقطة الثالثة،
فهي دليل واضح على محبتنا لأبنائنا. لا شك أن كل واحد منا يحب أبنائه وبناته حبا عظيما، ولكن الذي يجتهد في صلاحهم وفي خيرهم وفي تربيتهم يحبهم بشكل أكبر، لأنه يسعى في وقايتهم من النار في الآخرة كما في الآية السابقة، ويسعى كذلك في الدنيا ليعيشوا في سعادة وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. وأيضا أمر نلاحظه أن ثمار صلاح الأبناء والبنات يعود في جزء منه علينا نحن، أليس كذلك؟ نحن الآباء والأمهات، حينما يصلح الولد أو تصلح البنت فنحن الذين نسعد ونستفيد ونستثمر، فنجد البر ونجد الإحسان ونجد قلة المشاكل ونجد السعادة، ونحن نرى فلذات أكبادنا وهم يحيون حياة صالحة مستقيمة. فهذا عن التربية بشكل عام. لكن إذا تحدثنا عن التربية النبوية على وجه الخصوص، وهو موضوعنا الآخر، لماذا نتحدث عن التربية النبوية؟ أولا، في يقيننا أنه ليس هناك أحد من البشر ربى بطريقة أفضل من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الحديث الصحيح، فنحن كذلك نعرف أننا يجب أن نربي كما رأيناه يربي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يقول في الحج خذوا عني مناسككم، فنحن نعرف كذلك أنه يجب علينا أن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربيتنا. فهكذا نفهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ونحن مأمورون بذلك كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن الملاحظ مع شديد الأسف أن أكثرنا، ودعونا نتكلم بصراحة وشفافية، فمثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة هي لقاءات المصارحة، أن نضع اليد على الجرح وإن آلم، أن نصف الدواء وإن كان مرا. إن أكثرنا من الرجال والنساء من الآباء والأمهات بعيدون عن منهج التربية النبوية التي كان يربي عليها الناشئة والأطفال والناس، أليس كذلك؟ هل هذه مسلمة ننطلق منها؟ أكثر الناس اليوم بعيدون عن منهج التربية النبوية، لا يربون كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربي. ثم هناك نقطة أخرى، وهي انبهار الكثيرين منا بنظريات التربية الحديثة التي تدرس في كثير من الجامعات، والتي طبعت لها الكثير من الكتب وانتشرت، واعتقد بعضهم أن هذه هي بداية التربية السليمة، بينما الكثير من أصول هذه التربية الحديثة ووسائلها وطرائقها موجود هناك في النبع الصافي عند محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أصول التربية الحديثة وطرقها الصحيحة موجود في السيرة النبوية، ولا يعني هذا أن نرد الجديد النافع بالمناسبة. الحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدنا نظرية تربوية أو اقتصادية أو غير ذلك فيها النفع وفيها الخير ولا تتعارض مع أصول ديننا ولا مع أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم أو نواهيه، فإننا نأخذ بها ولا إشكال في ذلك ولا غضاضة. طبعا الشريحة التي بعد ذلك وهي معالم التربية النبوية للناشئة هي موضوع مجلسنا المبارك هذا، ولذلك لن أقف عندها الآن لأن سنأخذها شريحة اغتناما للوقت، فنتجاوز هذه الشريحة وننتقل إلى معالم التربية النبوية للناشئة مبتدئين بالمعلم الأول. المعلم الأول هو غرس العقيدة وتعظيم الله عز وجل في قلوب الناشئة، وهذه هي المهمة الأولى لكل مرب مسلم. كل مربي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر مهمته الأولى حينما يربي ابنه أو بنته، حينما تربي ابنها أو بنتها، حينما يربيان تلاميذهما، فإن أول مهمة هي غرس العقيدة في نفوس الناشئة.
ومن يعطينا دليلا على ذلك، دليلا على هذه القضية، دليل على أهمية غرس العقيدة في قلوب الناشئة؟